السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف السابع. اليوم يا مس في مادة العلوم رح نكمل معك درس مصادر الطاقة. آسف السادس، اليوم رح نكمل معكم مصادر الطاقة الغير متجددة. هلأ يا سادس، إذا بتتذكروا امبارح حكينا لكم عن مصادر الطاقة الغير متجددة. بلشنا بالمصدر الرئيسي أو المصدر الأساسي اللي هو الوقود الأحفوري يا سادس، أوكي؟ حكينا أن الوقود الأحفوري هو المصدر الرئيسي للمصادر الطاقة الغير متجددة، وحكينا أنها غير متجددة يا سادس لأنها قابلة للنفاذ، يعني ممكن تخلص عندي ما ترجع تتكون مرة تانية، أو تحتاج ملايين السنين لحتى تتكون أو تتجدد عندي كمان مرة. طيب هلا حكينا في عنا ثلاث أنواع من الوقود الأحفوري يا سادس. حكينا في عنا فحم حجري والنفط والغاز الطبيعي. امبارح ذكرنا لكم الفحم الحجري شو الأساس تبعه لحتى تكون وشو استخدامات الفحم الحجري. اليوم رح نكمل عن النفط والغاز الطبيعي. طبعا النفط والغاز الطبيعي ذكرناهم سوا يا سادس، لان النفط والغاز الطبيعي هم نفس المصدر اللي بكونهم. هلا الفحم الحجري حكينا بكونه عندنا مين يا سادس؟ ممتاز، بتكون عندنا نباتات، حكينا بتكون عايشه قريبه من المستنقعات. طيب النفط والغاز الطبيعي مين بكونهم؟ عباره عن كائنات حيه دقيقه. اوكي يا سادس، اذا النفط والغاز الطبيعي الاثنين بكونهم كائنات حية دقيقة. أساسهم أو المصدر تبع النفط والغاز الطبيعي هي عبارة عن كائنات حية دقيقة. إذا النفط يا سادس هو عبارة عن سائل أسود لزج له رائحة كريهة، تكون من كائنات حية دقيقة كانت تعيش في مياه البحر وماتت واختلطت مع الرسوبيات، ومع الزمن ازدادت الرسوبيات وبالتالي ازدادت الضغط والحرارة. يعني يا مس، مش احنا في عنا بالبحار او المستنقعات بتكون في عنا كائنات حية دقيقة بتعيش، كائنات كتير صغيرة. طيب هاي الكائنات عنا لما ماتت شو اللي صار فيها؟ بتتعرض للطمر او للدفن، يعني بتتراكم فوقيها طبقات من الرسوبيات، بتيجي فوقيها طبقات من الرسوبيات، يعني رمل، تراب، حجارة بتتراكم فوقيها. هلا هي مع مرور الزمن او مرور السنوات رح تتراكم طبقه فوق طبقه، طبقه فوق طبقه. هاي تراكم طبقات فوق بعض على هاي الكائنات الحيه الدقيقه، شو رح يشكل عندي؟ رح يشكل عندي ضغط وحراره. فشو رح يتكون عندي؟ النفط. النفط بيكون لونه اسود، حكينا نفس المبدأ يا مس، لأنه بيكون متعرض لضغط وحرارة عالية فبتحول للون الأسود. وكمان حكينا أنه لزج، لزج يعني يا سادس بيكون تقريبا مثل العسل، يعني لا هو سائل كتير ولا صلب، بيكون عند النفط لزج مثل العسل. أوكي طيب هلأ أنا لو عرضت هذا النفط أو هاي الكائنات الحية دقيقة عندي للضغط وحرارة زيادة، شو رح يتكون عندي يا سادس؟ رح يتكون الغاز. هلأ الغاز كلكم تعرفوه، الغاز بنستخدمه فيه اللي بنحكي له جرات الغاز، بنستخدمها للتدفئة أو بنستخدمها للطبيخ، واضح يا مس؟ فهي نفسه الغاز بيكون موجود فيهم، هو هذا الغاز مستخرج من باطن الأرض. فالغاز اللي بنستخدمه إن كان في التدفئة أو في الطهي هو عبارة عن برضه كائنات حية دقيقة، كائنات حية دقيقة، فهو بتعرض لضغط وحرارة زيادة، فشو بتشكل عندي؟ الغاز. يعني مس، الغاز والنفط دائما موجودين مع بعض بنفس المكان، نادرا تلاقي كل واحد فيهم مكان لحاله، واضح يا سادس؟ ميز الفحم الحجري، بدنا نميز انه هو عبارة عن نباتات بيكون لحاله، بيكون عندي صلب. النفط والغاز الطبيعي بدك تميز لي يا سادس انهم بيكونوا مع بعض، يعني بتشكلوا بنفس المكان. ليش؟ لأنه النفط والغاز الطبيعي الاثنين أصلهم كائنات حية دقيقة. بس الفرق بيناتهم أنه هلا أول شيء قلت لك ماتت عند الكائنات الحية دقيقة، تعرضت إلى رسوبيات، صارت طبقة فوق طبقة فوق طبقة من التراب والحجارة والرمال تتراكم فوقها، شو صار على هاي الكائنات الحية؟ تعرضت إلى ضغط وحرارة، ماشي؟ طيب هلا أنا زدت الضغط والحرارة عليها، شو بيتحول هذا النفط السائل؟ بيتحول عندي هذا السائل إلى
غاز، واضح يا مس؟ هذا النفط السائل بيتحول عندي الى غاز. هلا بحكي لك انه نادرا احنا حتى نلاقي الغاز لحاله، بس هو النفط دائما مع بعض، واضحه لهون؟ اذا بيمني برجعت لك يا سيد، استخدم النفط والغاز طبيعي دائما مع بعض، والاثنين اصلا كائنات حيه دقيقه، بس الفرق بين النفط والغاز انه الغاز تعرض الى ضغط وحراره اكثر من النفط، فتحول من سائل الى غاز، تحول من سائل الى غاز. هلا يا مس الغاز هو نستخدمه زي ما قلت لك في حياتنا اليوميه، نستخدمه للطهي، نستخدمه في عمليه التدفئه، وحكينا لكم يا سادس انه الغاز مش نوع واحد يكون عندي في باطن الارض، وانما هو مزيج من اكثر من نوع من الغازات. احنا الغازات بالطبيعه عندنا اكثر من غاز، غاز الهيليوم، غاز الهيدروجين، غاز النيتروجين، فعندنا اكثر من نوع من الغازات متواجده عندنا في الطبيعه، وهي طبعا بيتم حفر ابار لها للنفط والغاز الطبيعي لحتى يتم استخراجهم، وبيستخدمونهم زي ابار او مضخات بس تعمل على سحبهم للاعلى، سحبهم للاعلى، يعني زي عمليه شفط بيعملوا لهم. واضح يا سادس؟ طيب هلا اخر شيء بنتطرق له بدرس اليوم هي استخدامات النفط والغاز الطبيعي. انا بشوف في دون النفط والغاز الطبيعي يا سادس، اول شيء وقود للسيارات والطائرات والالات، كلياتكم بتعرفوا انه احنا النفط بنستخدمه شو؟ عشان نشغل السيارات، الباصات، التكاسي، الطائرات والالات اللي بتشتغل عندنا والقطارات، لانه مس كمان النفط بذكركم انه هو عباره عن السولر والبنزين، الكاز، الديزل، هاي بنسميها مشتقات نفط، ما بتشوفوا بكون كاتبين عند الكازيات انه مشتقات نفط، لانه هاي كلها استخلصناها من وين يا سادس؟ من النفط، استخلصناها من النفط، فالنفط هو عباره عن الديزل والسولر والكاز والبنزين اللي بنستخدمهم في تشغيل وسائل النقل، سيارات، قطارات، طائرات، الباصات، وفي تشغيل بعض الالات. هلا كمان بحكي لك انه ممكن نستخدمهم لتوليد الكهرباء. نفس الشيء مثلا الغاز كثير بنستخدمه عشان يساعدهم على توليد الكهرباء، لانه هو عباره عن غازات بتساعد على توليد الكهرباء. طيب اخر شيء بحكي لك انه بالذات النفط نستخدمه في صناعه البلاستيك والدهانات والادويه. إذا بتتذكر كمان يا سادس ذكرت لك المرة الماضية أنه بلاستيك هي عبارة عن مادة مصنعة ما بنلاقيها بالطبيعة، فأنا لما بدي أصنعها بتدخل أكثر من مادة في تصنيعها، فالنفط جزء من هاي المواد اللي أنا بستخدمها في صناعة البلاستيك وحتى الدهانات والأدوية. واضحة لهون يا مس؟ طيب أنا هيك يا سادس بنكون نهينا من درس مصادر الطاقة الغير متجددة اللي هي الوقود الأحفوري اللي بتكون من فحم حجر ونفط وغاز طبيعي، وذكرنا اصل كل واحد فيهم واستخداماته. هلا في عندك رسم توضيحي صفحه 56 بكتابك يا سادس، افتح لي اياه رسم توضيحي صفحه 56. هيا مس طلع لي هاي الصور بتبين لك كيفيه تكون النفط والغاز الطبيعي. هاي بحكي لك عندي بحر او نهر او بحيره او اي يعني مستنقع مائي أو محيط مائي. هلا هاي المي بحكي لك فيها كائنات حية دقيقة، حكينا كائنات حية دقيقة هي عبارة عن كائنات صغيرة. ماتت هاي الكائنات، شو صار فيها؟ راحت عنا على قاع الماء. هلا لما راحت على قاع الماء تعرضت إلى شو حكينا لكم يا سادس؟ إلى رسوبيات. رسوبيات هي عبارة عن تراب وحجارة والرمل بتراكم فوق هاي الكائنات الحية. فشو رح يتكون عندي؟ رح يتكون عندي النفط، رح يتكون عندي النفط. طيب رح نجاوب الأسئلة المذكورة جنب هذا الشرح، وبالمرة القادمة إن شاء الله منحل أسئلة أقوم تعلم يا سادس، طبعا هم أنتم بتحاولوا تحلوهم بالبيت والمرة القادمة أمحلهم معكم. السؤال الأول بحكي لك أين كانت تعيش كائنات الحية دقيقة قبل ملايين السنين؟ هاي الكائنات وين كانت؟ في قاع البحر، ماشي يا سادس؟ في قاع البحر. ماذا يحدث بقايا الكائنات الحية الدقيقة بعد موتها؟ ماتت عندي هاي الكائنات الحية الدقيقة، شو بدها تصير؟ بدها تتعرض إلى رسوبيات وضغط وحرارة، تتعرض لرسوبيات وضغط وحرارة.
طيب بحكي لك هون، صف ما حدث نتيجة تراكم كميات كبيرة من الرسوبيات فوق بقايا الكائنات الحية الدقيقة. مش هاي الكائنات الحية الدقيقة وتعرضت إلى ضغط وحرارة ورسوبيات؟ طب شو اللي صار عندي؟ تحولت إلى نفط، تحولت إلى نفط في الرسم الثالثة. ما أهمية مصائد النفط ولماذا تسمى بهذا الاسم؟ هاي مصائد النفط شو أهميتها؟ بتجمع فيها النفط. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ سميناها يا سادس، هاي هون الخط الأسود عندك، هاي سميناها مصائد النفط. هاي أهميتها أنه بتجمع عندي كل النفط بهذا المكان، خلص معروف بأنه هذا المكان فيه نفط، أوكي؟ هلا بتجمع عندي النفط في هذا المكان، فأنا لما بدي أجي أستخرجه بستخرجه من هذا المكان، وسميناها مصائد، ماشي؟ نسبة أنها زي مصيدة، يعني لما أنا بصيد إشي مش أنت زي بتحاصره أو بتحشره في مكان معين، نفس الإشي مصائد النفط، أنه هي بتعمل على حشر النفط أو تجميع النفط في منطقة معينة. إذا مصائد النفط، بس نكتب هذا التعريف يا سادس، مصائد النفط هي الأماكن التي يتجمع فيها النفط ويمكن استخراجه منها. واضح يا مس؟ إذا هاي مصائد النفط. هيك أنا يا سادس بكون هيك معاكم هذا الدرس. المرة القادمة أنت بدك تحاول تحل لي وقوم تعلمي وأتأمل في صفحة 59، والمرة القادمة إن شاء الله بنحله سوي بالحصة. ويعطيكم العافية.